فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل آخر يقول إن أبي قد عق عني عقيقة واحدة وأنا الآن قد كبرت، فهل يشرع لي أن أكمل العقيقة الثانية؟ وأنا إيه؟ وأنا الآن قد كبرت، فهل يشرع لي؟ فات وقتها. أول شيء أنه فات وقتها، وثانيا هذه على الوالد، من حق الولد على والده، ما يبقى عليك أنت، ما تعق أنت عن نفسك. نعم.